اش خلاف حول المناصب في الجوهر، في تدبير الشأن العام، في التبعية للدول الأجنبية والخوانجية. واش قلنا في المذكرة الأولى ديالنا ديال 3 يناير 2013 قلنا لا نقبلوا مصرانة المغرب. وأنا ذاك كاين عدة ملاحظات في المصرانة بعد ما السيسي والشعب المصري ترى ضد حكومة مرسي، حكومة الخوانجية. كانت المظاهرة اللي شهدتها العاصمة الرباط وبعض المناطق المغربية واللي قادتها زوجة رئيس الحكومة. تصوروا رئيس الحكومة الزوجة ديالو اللي حرامه هي اللي تتقود معركة وداخل مسيرة الراية ديال تنظيم القاعدة. هذا واحد التحول في تدبير الشأن العام في المغرب اللي عمره ما كان. رئيس حكومة الابن ديالو تيخرج في مظاهرة وتيقودها، والحرام ديالو تتخرج في مظاهرة ضد الوطن وضد الشعب المغربي. كأن المغاربة عندهم مشكل واحد في حياتهم اليومية، هو المشكل المصري، هو مرسي، هو رابعة العدوية، والشعار الرابعة العدوية في كل الملتقيات ديالو. وهنا